فبغيت نشكر حكايه ايفنت ونشكر لي بريستاتور اللي كيطلبوني انني نكون كضيفه شرف ونجي لعندهم وندير لهم اشهار. هذه حاجه اللي كتشرفني واللي كتفرحني انني نكون في كل معرض او في كل افتتاح. فشكرا لكم وان شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم. الجديد كنوجدوا بمناسبه العيد الاضحى، فاحنا كنحاولوا نوجدوا قنيدرات كسيوات خفافين للعيد، وان شاء الله غادي نصور كل شيء عاوتاني بطريقه جديده وبستيل جديد. انا اليوم ما جيتش باش يعني نجيب المنتوجات ديالي، اكثر ما جيت باش نشجع الناس اللي حاطين المنتوجات ديالهم وندير لهم اشهار ويتعرفوا عليهم ناس اخرين ويشوفوهم ناس اخرين. الجانب ديالك عندهم صدى واسع طبعا، شكون هي الفنانه او الممثله او الشخصيه اللي بسات اللباس ديالك وجمعها اكثر؟ ما نقدرش انا نحكم، لان الناس اللي كتشوف والناس اللي كتحكم شنو اللي انا لبست. بزاف الناس لائحه طويله، وبالنسبه لي اي واحد كيلبس من عندي كيزيدني واحد اللمسه، كيزيدني واحد الاضافه. فانا اي واحد لبس من عندي كيجيو معاه حوايجي. شكون بالضبط؟ يعني الناس اللي كتحكم. شي فنان او شي شخصيه كتبغي يلبسوا اللباس ديالك؟ لالا العروسة برنامج ناجح وكيشجع يعني على لي جون جداد انهم يتزوجوا ويديروا تا مدارهم وليداتهم، فانا كيعجبني من احسن البرامج. شكرا للاشواق، شكرا على الحضور ديالكم على التشجيع ديالكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.